الحلقة 44 في تفسير جزء عام الحلقة الأولى من في تفسير سورة العلق. ما موضوعات سورة العلق؟ 4. الموضوع الأول أمر الله بالقراءة للتعلم وبيان شروط تحقق العلم. الموضوع الثاني بيان سبب إعراض الناس عن العلم. الموضوع الثالث مثال لمن لم يتعلم. الموضوع الرابع ما واجب المسلم تجاه هذا المعرض الجاهل الذي يريد إيقاف العلم الشرعي وإيقاف العمل الصالح. الموضوع الأول أمر بالقراءة للتعلم وبيان شروط العلم. اقرأ، ده الأمر، يأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه الأمي صلى الله عليه وسلم وكل مسلم أن يتلو القرآن ويتعلمه باسم ربك الذي خلق. ثم يبين شروط تحقق العلم. الشرط الأول باسم ربك، الاستعانة باسم الله، اقرأ مستعينا ومستفتحا باسم ربك الذي خلق كل شيء. فبدون الاستعانة بالله وطلب وسؤال الله تعالى العلم لن يتعلم الإنسان. خلق الإنسان من علق، ثم بيّن أصل خلق الإنسان فقال خلق الإنسان من الدم المتجمد العالق بالرحم. ومن كان قادرا على أن يخلق من الدم الجامد إنسانا فهو الحي الناطق الذي يسود بعلمه على سائر المخلوقات الأرضية ويسخرها لخدمته، يقدر أن يجعل من الإنسان الكامل مثل النبي صلى الله عليه وسلم قارئا وإن لم يسبق له تعلم القراءة. يبقى ليه بنستعين بالله تعالى؟ لأن الله قادر على كل شيء، والدليل أن خلى من ماء الدم المتجمد إنسان، ومن يفعل ذلك يستطيع أن يجعل من الإنسان الجاهل عالم. الشرط الثاني اقرأ، تكرار القراءة لتثبيت ما تعلمت وتبليغه. الشرط الثاني اللي انت تعلمته لازم تبلغه، ما بلغتش اللهم اعطي ممسكا خلفا ممسكا تلف اللهم اعطي منفقا خلفا، العلم هيتلف منك. شرط المباركة في العلم التبليغ. الشرط الثالث وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الثقة في كرم الله واستحضار أنه من كرمه أن علم الإنسان الكتاب بالقلم فحفظ به علومه، ومن كرمه أنه علم الإنسان علوما كان يجهلها. ألا يعلم الإنسان العلم الشرعي؟ يعني اللي علمه فيزياء وكيمياء وأحياء مش علمه العلم الشرعي؟ دول الثلاث شروط. أول حاجة الاستعانة بالله تعالى، تاني حالة تكرار القراءة والتبليغ، تالت حاجة الثقة في كرم الله تعالى والظن أن ربنا يعلمك. طيب الموضوع الثاني بيان سبب إعراض الناس عن العلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إنا إلى ربك الرجعى. كلا إن الإنسان ليطغى، يعني ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، أن ينعم عليه ربه بتسوية خلقه وتعليمه ما لا يعلم ثم يعرض عن العلم ليتجاوز الحد ويعصى ربه بذلك. يبقى الإنسان كلا، يعني ما هكذا كان يجب الإنسان، كان يجب الإنسان أن يتعلم لا أن يطغى ويتعدى حدوده ويترك العلم، الطغيان بترك العلم الواجب. إن أرآه استغنى، السبب في إعراضه وطغيانه بترك العلم لأنه رأى في نفسه الغنى والعلم فاستغنى عن ربه والعلم به وتفرغ لجمع الدنيا. عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. وقال عبد الله من همان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا لا يستويان، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن وأما صاحب الدنيا فما تمادى في الطغيان. ثم قرأ إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وقرأ للآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن إلى ربك الرجعى، ثم يلتفت للقارئ ويعرض عن المريض ويبين للقارئ كيفية النجاة من هذا المرض، وهو أن يتذكر بأن مرده ومصيره إليه فليس له عن ربه مفر ولا ملجأ. ده العلاج بتاع الاستغناء، انك دايما تتذكر انت تقف بنادى الله تعالى ويسألك عن كل آية ما تعلمتهاش ليه، فلو تفتكرت كده هترجع تاني تتعلم ولن تطغى ولن تستغني. طيب المرض التال، الموضوع الثالث مثال لمن لم يتعلم العلم الشرعي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت الذي ينهى؟ أعلمت أيها المخاطب عن خبر أبي جهل الذي ينهى محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا اللي هو محمد إذا صلى عن الصلاة في المسجد الحرام؟ ألم يعلم بأن الله يرى فيخاف سطوته وعقابه؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت أيها المخاطب إن كان الناهي متعلما وصار على الهدى أو أمر بالتقوى مكان نهيه عن الصلاة، أما كان ذلك خير له وأفضل؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت إن أضاف إلى الفعل المستنكرة فعل أخرى أشد نكارة؟ إيه هي؟ إنه كذب ما جاء، يعني مش نهى بس، ده نهى وكذب ما جاء به النبيون، وتولى وأعرض عن العمل الطيب. أفلا يخشى أن تحل به قارعة ويصيبه من الله عذاب؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيعمل هذه الأعمال ولم يوقن بأن الله مطلع بصير بما يعلم جميع أحواله؟ الموضوع الرابع، ما واجب المسلم تجاه هذا المعرض الذي يريد إيقاف الدعوة العلم الشرعي؟ ثلاث أمور: أولا، الثقة في الله أنه سينتقم منه ولن تنفعه تحالفاته، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاضئة فليدع نادية سندع الزباني. اثنين، الصبر على الحق وعدم طاعة النهي، كلا لا تطعه، وكقوله فلا تطع المكذبين. ثلاثة، زيادة التقوى وزيادة السجود والعمل الصالح. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد إلى من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء فاسجد واقترب. وزيادة التقوى بزيادة كل الصلاحات التي تقربك إلى الله. واسجد يعني صلي ياما، واقترب يعني واقترب إلى الله تعالى، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس. يبقى الثقة في الله، الصبر على الحق وعدم طاعة هذا الناهي. تالت حاجة، زيادة الأعمال الصالحة والعبادات التي تقربنا إلى الله. كلا أي ليس الأمر كما قال وفعل هذا الناهي، فإنه لا يقدر على إنفاذ ما أراد. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. الواجب الأول على المسلم في مواجهة من يصد عن الدين الثقة في أن الله سينتقم منه ولن تنفعه تحلفات، فيقسم ربنا على أن هذا العبد الناهي إن لم يترك أعماله هذه وينتهي عنها ليأخذنه مكذوبا بشدة اللي هو السفع من مقدمة رأسه. السفع النشد واحد من مقدمة رأسه. الناصية إذلالا له، ناصية كاذبة خاطئة، وهذه الناصية تستحق ذلك لأنها كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدعو نادية، لما نهى أبو جهل النبي عن الصلاة انتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: علام يتهددني محمد وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ فقال الله تعالى: فليدع أبو جهل أهل مجلسه الذين ينتصر بهم اللي هم النادي بتاعه، سندعو الزبانية، فإنه إن فعل فإننا سندعو له ملائكة العذاب الذين يدفعونه إلى العذاب دفعا شديدا. الزبانية ملائكة العذاب. كلا ليس الأمر كما يظن أبو جهل فيما قاله من اعتزازه بكثرة نصري، لا تطعه. الواجب الثاني الصبر على الحق وعدم طاعة الناهي، فلا تسمع له ولا تخف منه في نهيه إياك عن الصلاة كقوله فلا تطع المكذبين. واسجد واقترب، ده الواجب الثالث، زيادة التقوى بزيادة السجود. طب ما نتيجة الأدوية الثلاثة؟ لا يستطيع أحد ضرنا، والدليل قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، إلى قوله
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تمسسكم سيئة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وقال: لتبلون في أموالكم ولأنفسكم في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب أذى كثيرا وإن تصبروا من المشركين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الصورة دي مكية، آياتها 5 الأولى أول ما نزل من القرآن لحديث عائشة أم المؤمنين، أول ما بدأ به الرسول صلى الله من الوحي الرؤيا الصالحة، ترتيبها 96، آياتها 19، عدد كلماتها 92، عدد حروفها 280. الدليل على أن الناهي أبو جهل أن ورد ذلك عن ابن عباس. لما لم يذكر اسم أبو لهل أبو جهل ليكون عاما في كل من يمنع درس علم أو صلاة أو عمل صالح. أين المفعول الثاني بتاع أرأيت؟ هذا بحث لا معنى له، لأن القرآن قدوة في التعبير وقد استعملها بمفعول واحد وبلا مفعول أصلا، فالقرآن هو اللي يحط القاعدة مش أهل اللغة. لماذا كرر كلمة ناصية في قوله لنسفعا بالناصية ناصية؟ ذكر الأولى للتنصيص إنها ناصية الناهي، وذكر الثانية لتوصيف بما يدل على عليها. قولوا قولي.